أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، ونذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كافة الإشعارات. بعد حالة الجدل التي أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تداول مستخدمي الموقع صورا وفيديوهات للقمر في السماء وهو يبدو شبه مكتمل في طور البدر باليوم 12 من شهر رمضان، وتشكيك البعض في الرؤية الفلكية لهلال رمضان، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفسيرات عما أطلقوا عليه ظاهرة اكتمال البدر قبل موعده، وعلاقة هذا بعلامات الساعة الصغرى، والتي ظن كثيرين أن معظم علاماتها تحققت. وفي هذا الفيديو سأعرض عليكم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي تؤكد هذه الظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة. الحديث أخرجه الطبراني وحسنه الألباني. وفي تفسير هذا الحديث يشتمل على ثلاث علامات من علامات الساعة الصغرى، وهي: أولا، ظهور الهلال منتفخا كبيرا في أول ليلة من الشهر كأنه ابن ليلتين، وتفسر ذلك الرواية الأخرى للحديث وفيها: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين، رواه الطبراني. ثانيا، اتخاذ الناس المساجد طرقا وعبورا من غير أن يؤدي المار فيه تحية المسجد. ويشهد لذلك المعنى حديث ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين، وفي رواية أن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه. ثالثا، موت الفجأة، نسأل الله تعالى العافية. وفي تفسير السعدي للأهلة في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والأهلة جمع هلال، ويريد بها الشهور، وقد يعبر بالهلال عن الشهر لحلوله فيه، وجعلها الله عز وجل بلطفه ورحمته على هذا التدبير. يبدأ الهلال ضعيفا في أول الشهر، ثم يتزايد إلى نصفه، ثم يشرع في النقص إلى كماله، ليعرف الناس مواقيت عباداتهم من الصيام والزكاة والكفارات وأوقات الحج. فالمعنى اللغوي لانتفاخ الأهلة حسب ما ذكره ابن الأثير وغيره من أصحاب اللغة هو أن يرى الهلال ساعة طلوعه لعظمه ووضوحه من غير أن يطلب، فيظن أنه ابن ليلتين بينما هو في الليلة الأولى. والعرب تقول: رأينا الهلال قبلا إذا لم يكن رؤى قبل ذلك. ولكن ما التفسير الفلكي لهذه الظاهرة؟ وهل حدثت من قبل عبر التاريخ الإسلامي؟ يقول علماء الفلك إن حجم الهلال وتدرجه في منازله له علاقة مباشرة بالمواقع المكانية لكل من الشمس والقمر والأرض، ولها علاقة بقدرة القمر على عكس أشعة الشمس التي تصطدم على سطحه، وعلاقة بدخول القمر في الجانب المظلم الذي لا يصله ذلك الضياء. فهذا الانتفاخ يعني تغيرا في حركة الأجرام السماوية ومواقعها، وما يستتبعه ذلك من تبدل في نسبة الأشعة الواصلة إلى القمر، والتي يبدو أنها ستزيد، وبالتالي ستزداد المساحة المضيئة منها حتى يرى الهلال ابن الليلة وكأنه ابن ليلتين. وقد جاء في السنة ما يشير إلى حدوث هذا الانتفاخ مرة، فعن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة، فلما نزلنا ببطن نخلة ترأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال:
فلقينا ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. فقال أي ليلة رأيتموه؟ فقلنا ليلة كذا وكذا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مد للرؤية فهو لليلة رأيتموه. رواه مسلم. والمقصود أن الناس كانوا ينتظرون رؤية هلال رمضان، فقاموا يتحرون رؤيته، فاختلفوا إن كان ابن ليلة أم ابن ليلتين. فذكر لهم ابن عباس رضي الله عنهما أن مثل هذا الاختلاف الذي حصل بينهم قد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إن الله مد للرؤية فهو لليلة رأيتموه. والمعنى كما يقول الإمام ابن الجوزي لا تنظروا إلى كبر الهلال وصغره، فإن تعليق الحكم على رؤيته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. رب أنت ولي في الدنيا والآخرة،
توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، وكل عام وأنتم بخير. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.